مشاهدينا منتابع نحن وياكم صبحيتنا، اكيد بذكركم دائما عم نتشارك من خلال السوشيال ميديا على كل البلاتفورمز انستغرام تويتر فيسبوك، واكيد من خلال www.telelibon.com.lb. موضوع مروح لتفاصيله يلي هو الموضوع الحدث بشهر آب من كل سنة للسنة 41، لبنان بيطلع لنهج، بيطلع لذكرى، بيطلع لمكانة السيد موسى الصدر الإمام المغيب يلي هو حاضر بفكره بوطنيته بالإرث يلي مازال اليوم عم ينبض بهي الوطنية اللي منفقدها من رجالات من فكر ومن نوعية تفكير السيد موسى الصدر. لحتى بها المناسبة يلي كمان بصادف نهار السبت ب 31 آب هي الذكرى والاحتفال يلي الكل بيطلع من خلاله لذكرى ال 41 هيدي السنة، بنحكي بفكر بدين برؤية، والأهم من هيك بنحكي بوطنية وبرجل استثنائي. مين أفضل من أنه يحكي بهالموضوع إلا يكون معي بالاستوديو مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقي القاضي العدلي حسن الشامي. ري صباح الخير. الله صباح النور. الله أهلا وسهلا فيك. الله يخليك، بشرفني يكون على تلفزيون لبنان، تلفزيوننا الوطني. نحن يلي بشرفنا حضورك وخاصة بالموضوع يلي هو قيمة بحد ذاته، لما نحكي عن سماحة الإمام السيد موسى الصدر منكون عم نحكي عن مدرسة فكرية، مدرسة بالوطنية. رح انطلق معك من قبل ما نحكي برمزية ال 41 عام ونحكي بالقضية وبكل التفاصيل الثانية، رح انطلق من القيمة يلي بيجسدها هالشخص الاستثنائي الإمام السيد موسى الصدر. الإمام موسى الصدر نحكى كتير عن قيمته بشخصه بأدواره بنتائج أعماله، وبالمناسبة هو وقت اللي اختطف كان عمره بس 50 سنة، يعني كل هالإنجازات صارت وعمره كان بس 50، وبلش فيها قبل بكتير. صحيح. يعني شوف بأي عمر بلش، وهذا بدل على مدى يعني عمق وعلو هذه القامة. ولكن الميزة الأساسية كانت عنده هو ديناميكية معينة تقرن القول بالفعل وتطبقت بكل المجالات. إذا حكينا عن القضايا الاجتماعية اللي رفعها، الإنسانية، البحت بغض النظر عن أي دين وعن أي لون، طبق القول بالفعل. لما نرفع شعارات وحدوية وطنية، حتى وحدوية فكرية وعقائدية، كمان طبق القول بالفعل. المشكلة التي تعاني منها بعض مجتمعاتنا هي انه بتكون القول والشعارات في عالم والتطبيق في عالم اخر. نعم. ميزة موسى الصدر، ويمكن هذه اللي خلت التآمر عليه يصير لبلد مثل لبنان بحاجة له، وهذا يمكن سبب جنائي بحت، انه هذا الرجل كان يخيفهم، كان يخيف المناقضين لمبادئه. وهي مبادئ شو؟ هي مبادئ عادية جدا وبديهية للإنسان، لكن الفرق أنه هو كان عم ببلورها بوضوح تام وبرؤية واضحة. نعم. هيدا الرؤية وهيدي التطلع وهيدي عدم العلو إلا عن الإنسانية وتفضيل الإنسان قبل أي شيء تاني. اليوم بهالنهج يلي تركه هالإنسان الاستثنائي مثل ما قلنا اليوم رئيس، لما نحكي عن النهج المستمر قديه نحن اليوم بس نتطلع مش بس على عالمنا العربي وعلى لبناننا تحديدا، نحن بأحوج يعني ما يكون إلى أشخاص، إلى ناس عندها هيدا الفكر، هيدا الرؤية، هيدا الانفتاح يلي قل نظيره. حتى اليوم يعني بال 2020 على أبواب ال 2020 بعد في ناس هالقد عندها البصر والبصيرة رافضة انه تفتحها على الآخر. صح، هو هيدي الفرق، انه هو أزال كل الحواجز. انا ما بدي اتطرق لأمور سياسية حتى ما نفوت بمتاهات معينة، ولكن فعلا اذا بتطلع حتى الحواجز لأزالها حتى خلال فترة الحرب الأهلية لينقذ الناس من جميع، وكانت مرحلة حساسة جدا وخطرة جدا على حياته وعلى مسيرته وعلى عائلته اللي كانت مهددة طبعا حتى بحياتها. اللي أنا قصدي أقول فيه إنه أزال كل الحواجز، ما حاول يعني ما ولا مرة حدا ممكن يقول إنه موسى الصدر عادى حدا،
بس كمان بنفس الوقت كانت مواقفه واضحه، لان مرات الواحد بيكون انه صاحبي مع كل الناس، بس بيكون نوع من المجامل. هو لا، ما كان عم بيجامل، هو كان يحترم الاخر كما هو. ومن هون من هون الخساره الكبيره كانت باختطافه، لانه يعني اذا بنلاحظ نحن بنص الحرب الاهليه صحيح ولتسعيرها اكثر، وهذا بدل قديش حجم المؤامره كان. ويمكن بشاعه الجريمه انه هي تغييب، يعني كانه حتى اللغز اللي فيها وبنحكي عنها بعد شوي طبعا. بس هيدا الموضوع بحد ذاته كان مرسوم وكان مخطط له، ما كان مجرد انفعال من نظام ما، لا لا ابدا، كان شيء مدروس. لانه هالقد كان اذا بنلاحظ بس بالحرب الاهليه بس من 75 ل 78 صح، واحد تاريخ اختطافه. أدى هذا التوقيت يلي كان هالقد بالوضع المنفجر المتأزم يلي لبنان بحاجه فيه لتهدئه النفوس، كان لغز سحب هيك شخص واخفائه واقصائه عن ابناء بلده عن شعبه عن ناسه. واليوم 41 عام، اذا بدي احكي معك عن المفارقه يعني في مرحله، لانه فينا نسميها ما قبل وما بعد صح موسى الصدر. هذا الشيء يمكن حتى الناس تعرف عبر شاشتكم الكريمه اول مره منطلع عليها بالقضيه تحديدا، اللي الناس تعرف انه الامام موسى الصدر راح على ليبيا حامل ملفين، وهن كانوا جدول اعماله، هو موضوع الحفاظ على وحده لبنان، والملف الثاني الحفاظ على العيش المشترك بلبنان. ما راح فوت بالتفاصيل شو معنى هون وشو معنى هون. اللي بيعرفوا هالموضوع نحن هذا الشيء ثبت لنا، مش انه يعني بكلام صحف، لا لا، ثبت لنا بالتحقيقات الجنائيه الليبيه والايطاليه. كان في يعني اثبتوا شو الموضوع اللي رايح يبحثوا. طبعا هو كان قايل واضح، والمساعدين اللي حواليه كان مخبرهم هونيك بلقاءاته اللي صارت مع بعض اصدقائه بليبيا، كمان كان مخبرهم الوساطات اللي صارت للزيارة قبل عبر الرئيس هواري بومدين الله يرحمه، كمان كانت واضحة شو سبب الزيارة. فهون بتدل شو كان حامل، كان حامل همين واضحين، ملفين واضحين راح يناقشهم مع القيادة الليبية كرمال يعني كرمال يصلح الوضع. وكانوا هم يعني راح يحافظوا على وحدة لبنان، لا سيما حماية جنوب لبنان بعد صدور قرار مجلس الامن الدولي. والشيء الثاني موضوع العيش المشترك بلبنان وضروره يعني ارسائه وعدم اطلاق نظريات جديده تؤدي لضرب وحده لبنان بالاجتماعيه. لا لا. كان في يعني كان في هو كان في مؤامره مضاده هو تصدى لها، راح اجى مين توسط قال له روح حاور الاخر اللي عم بيعمل هالشيء المضاد، راح ليحاوره، وهنيك اللي صار انه تم اختطافه للاسف المؤلمه والمؤسفه. اليوم رئيس لما نحكي عن هيدا الموضوع وخاصه بعد 41 عام، يمكن الناس اكيد بالذكرى وبتتوجه يعني بهالكلام، ولكن اليوم نحن بالقضيه وين؟ بالتحقيقات اليوم نحن باي مرحله؟ الحيثيات كيف عم تتابع من اي ناحيه؟ نحن للحقيقه بلجنه المتابعه الرسميه المشكله بقرار مجلس الوزراء، نحن باب 2011 تشكل قرار مجلس الوزراء، تشكلت اللجنه. بدانا اول زياره بعد سقوط النظام الليبي السابق بثلاث ايام. نعم. وتوالت الزيارات، زرنا دول تانية، قابلنا كل اركان النظام السابق، عملنا مذكره تفاهم نحن والنظام الحالي بآذار 2014 عن قضية الإمام، وورد فيها حرفيا أنه الجانب الليبي الرسمي نعم. كان موحد آنذاك بال 2014، ما كان في انقسام مثل الآن طبعا، أنه يقر بأن جريمة اختطاف الإمام موسى الصدر ورفيقيه وقعت في الأراضي الليبية من قبل معمر القذافي ونظامه. شو معنى هالكلام؟ معنى تحمل المسؤولية عن تفتيش على الإمام، إيجاد مكان الاحتجاز المجهول اللي نحن اللي يفترض السعي له، لانه انت المخطوف بالطالب بتحريره مش بكشف مصيره، مش بانه خبروني شو صار، او حدا بيقول لك الوصول للحقيقه، ابدا ما بدنا نوصل للحقيقه، نحن بدنا نوصل للامام مش للحقيقه. الحقيقه عارفينها، يعني حتى وقت مرة طرح موضوع تشكيل لجان مشتركه قبل بزمن النظام السابق، انه كان جوابنا على طول انه اللجان المشتركه
بتكون وقت اللي بيكون في شيء بدك تبحث، يعني بدك تعملوا اثنيناتكم. وقت اللي انا واحد خاطف حدا بقول له بدي اعمل لجنه مشتركه انا وياه، ما هو اللي خاطفه فلت وهو ما بدي منه شيء ثاني، يعني يعني اسلم منك وانا بخير. الجانب الليبي وقت اللي اقر بهالمسؤوليه هيدي هيدي كثير مهمه، لانه لم يعد هناك اتهامات اخرى ولم يغادر الى روما. طبعا احنا جبنا احكام قضائيه ايطاليه ثبتت رجعت اكدت المؤكد انه لم يغادر الى روما، هو ورفيقاه بقيوا بليبيا، اختطفوا في ليبيا. للاسف بال 2016 كانت اخر زياره لنا على ليبيا، لم نستطع بعد ذلك نتيجه تدهور الاوضاع الامنيه طبعا شايفين نحن كلنا، ما قدرنا بعد، بنحاول نضلنا على تواصل معهم ولو بصعوبه فائقه وغير راضين نحن، لا قبل التوتر الاوضاع عندهم ولا بعدها، احنا غير راضين ابدا عن هل في خيوط تم يمكن طمشه خليني اقول او يمكن تم ضغط عليها لحتى ما تبين او ما تقدروا توصلوا لها؟ لان بعرف يعني هالنوع من البحث هالنوع من المجرى القضائي منه سهل ابدا، وخاصه بقضيه بتحمل هالقد بعض وطني وصارت صار بعضها عربي كمان. صح صح. هلا نحن هل صارت محاولات ضغط على الليبيين الجدد لكي لا يساعدوننا ليساعدونا؟ انا ما بعرف، يعني فعلا ما بعرف، بس نرتاب وسوء الظن من حسن الفطن مرض انه احنا خي يعني ليه عم تعملوا هيك؟ ليه بطيئين هالقد؟ ليه عم ما تفتحوا ابواب التحقيق؟ يعني عندكم موقوفين من كبار الضباط النظام السابق، من كبار ضباط النظام السابق موقوفين عندكم بالسجون، تفضلوا حققوا معهم، ببلشوا التحقيق، يعني يمكن اول مره بعلنها هلا عبر شاشتكم، بلشوا تحقيق قصير مختصر وبقولوا بدنا نكمل بعدين، بلش يقولوا لك ايام ثلاثة المقبل الخميس اللي بعده شاشة تأجيل نرجع بنبلش من الصفر بعد كذا سنة. يا هداك بيموت السجين اللي هو بيرجع بيقول لك برتبة لواء بيكون او عميد وعنده خيوط مهمة. اما نحن شو وصلنا بالمناسبة، يعني هن الجانب الليبي الرسمي النائب العام الليبي بيقول لك لحد الان بقول نحن نضع كل الاحتمالات بتعبيرهم هن، نحن وصلنا بحقائق ثابته انه الامام لم يحصل اي مكروه له خلال اول يوم او ثاني يوم او ثالث يوم، خلافا للاشاعات والاكاذيب اللي عم تبث بلبنان وخارج لبنان. الامام تم سجنه اول فتره بمنطقه جنزور 4-5 سنين على الاقل، ثم بمنطقه سبها اللي هي مدينه بالجنوب الليبي بالقاعده العسكريه الجويه بسجن سري فيها وهي مؤكدة 100% لحتى فترة طويلة جدا، ثم أعيد إلى طرابلس إلى سجن خاص. وفي هون بعدنا عم نتبع، يعني عم نشوف وين بعد، وهون كان تقصير الليبيين الحاليين، لأنه في معلومات تقول تم إعادته راحقا كمان بال 2011، نشوف لوين. في معلومات بتقول تم إعادته مع يمكن سجناء آخرين مهمين جدا لمعمر القذافي إلى سبها مرتين، إلى السجن فإلى السجن السري بسبها. فإذا نحن هذا اللي عم نقول، واللي بيجي بيقول طب فعلا هو موضوع إنه تحررت كل ليبيا، وين الإمام؟ صح صحيح، بس نحن مين اللي قال تحررت بمعنى كل ليبيا بالمعنى العملي؟ سقط النظام الليبي السابق، ولكن ليبيا كتير كبيرة، كنت في قبائل، يعني قبيل ما حصل بليبيا وسقوط النظام السابق نظام معمر القذافي، كنتم متأملين ما بعد هذه المرحلة انه يبين خيوط اكتر، يكون في تعاون اكبر، ولكن مش هالقد، يعني كان في يعني عدم رضا عن المتابعة من بعد هذه المرحلة عم تلمسوها؟ طبعا طبعا، نحن بالنهاية لبل وصل القول عند عائلة الامام او عند المرجعيات اللي عم ترعى تدعم القضيه اللي عنا بلجنه المتابعه، انه نحن نكاد نقول انه نحن بعدنا كانه محلنا. نحن نعم لا نتهم النظام الحالي، اصلا ما في نظام موحد الان بليبيا، كذا حكومه وكذا قوه، بس احنا ما ولا مره اتهمناهم بالتآمر، ولا مره اتهمناهم انهم مشتركين بالجريمه، ولكن نحملهم مسؤوليه، لانه كمان اذا كان الامام على قيد الحياه كما نحن نعتقد ونؤمن ونعمل، طب ما عامل الوقت مهم جدا بجرائم الخطف. طبعا هي ليش بعدكم بطيئين هالقد، وخاصه بجريمه خطف دامت يعني لحديت هلا 41 عام، وبوقتها الامام موسى الصدر كان عمره 50 سنه، يعني صح صح 91 سنة عام صح من صح عمر. وانا بدي استشهد هون باللي صار انه بال2001 بكانون ثاني او شباط 2012، نعم يعني شو بعد انتصار الثوره الليبيه بشهر 3 اشهر 4 اشهر، اجى وفد ليبي قضائي على لبنان
وقابل وزير العدل الأسبق الأستاذ شكيب أرضباوي، أنا كنت موجود، فعم بقول له وين صورته؟ تصور هو عم يحكيه وكان كمسؤول لبناني رفيع عم بيقوم بواجباته بكل حرفية. شو كان الرد؟ قال لهم وين صرتوا يعني احنا يعني ما في يفترض عم نطلع بالساعة انه وين صرتوا؟ قالوا له ان شاء الله خير، بلنا شهر شهرين ثلاثة، بلنا منك اسابيع واشهر. قال لهم ما رح اقبل اكتر من هيك، لانه نحن مش رح ننطر سنوات تانية بعد هذا الامام، نحن بحاجة له، هي جريمة ظالمة جدا من اغرب الجرائم بالتاريخ، خصوصا بالتاريخ الحديث، يعني حدا يقول لي جريمة مثلها؟ شو هالجريمة الغامضة هالقد؟ وهلا يمكن نحن بنقول احد اسباب غموضة غير التآمر اللي حكينا عنه بداية الحديث، هو انه يعني هو الخاطف كان عنده معتقدات معينة، وكان عنده ممارسات تتعلق بانه بخطف شخص بالسر، بحبسه بالسر وما بخبر اهله حتى ان ناس ليبيين، وبيبقى فترة طويلة. هلا من هونيك شو بصير بعدين؟ وفي ناس تحرروا من السجن 2011 بعد سقوط، كان عنده المعطيات بهذا الاطار؟ نعم، في البعض عنده معطيات بس ما قدرنا نتاكد منها. وانت بيجي حدا بيقول لك انا كنت مثلا بالزنزانه الفلانيه، بالزنزانه الثانيه كان سمعت كذا، بس بتكون كان مثلا السجين الاخر كان اسمه فلان موجود بالمدينه الفلانيه، بنحاول نروح نشوف. تنقلنا بليبيا كمان، ونحن حاولنا نفوت بالقنوات الرسميه بس احتراما للقضية ولمبدأ المشروعية طبعاً. لا، لأنه بس تفوت بالمتاهات تاني بطل تخلص. نحن بس كمان يمكن حدا يجي ينتقدنا يقول انه طب ما فيك هالقنوات الرسمية والدبلوماسية، ما بتنفع على طول، بمعنى انه تنطر برقية رسمية وزيارة رسمية. احنا ما كان الهدف هيك، الهدف هو في مسؤولية على السلطة الليبية الحالية. نعم. فمن هون نحن بقينا نتابع خيوط عديدة. هلأ هل نحن وصلنا لشيء؟ لا، انا بدي اقول قدامك قبل ما تسالني السؤال، ما وصلنا، ونحن بنعتبر حالنا مقصرين، لانه نحن نجاحنا هو عوده الامام ورفيقائه الينا، هذا هو نجاحنا. فشلنا طبعا. هو لا. هلا حدا بيقول لك انه المهم المسعى صح، ونحن عندنا فريق باللجنه كثير متعاون وعده خبرات قانونيه وامنيه ودبلوماسيه وعلميه، وكلهم بيشتغلوا بالمجان طبعا. كلهم بيشتغلوا بهدف خدمة هالقضية. ولا مرة أنا بقول الآن، إذا بقول هلأ بنروح على ليبيا كلهم بيقولوا إيه، ما حدا بيخاف من شيء. طبعا اليوم رئيس، يعني أمام الاعتراف الدولي بهذا الدور الريادي اللي بيمثله السيد موسى صدر، وأمام يومين كمان من الاحتفال بالذكرى 41 لتغييب الإمام موسى صدر ورفيقيه، يعني أمام هذا المحور كيف التطمينات من الناحية القضائية ومن الناحية الإنسانية، خليني أقول كيف فينا ناخذها، وكيف تتوجه اليوم للعائلة وللناس يلي قلبهم مع هالقضية، والوطن يلي قلبهم مع هالقضية؟ أول شيء لا، بلش بالناس اللي هن نبضنا والإمام كان حامل همهم وكان عنده كلام كتير بهذا الموضوع. يعني من مال يثقوا أنه نحن عم نشتغل وفق قواعد عمل ووفق مبادئ غير عاطفية، ما عم نخبي شيء عنكم يا ناس أبدا، ما حدا، ما تديروا دينتكم لأي إشاعة، لأنه في بعض الحاقدين وبعض السماسرة وبعض المغردين، ما تديروا دينتكم لإلهم، اسمعونا نحن ما بنكذب عليكم. كمان بنفس الوقت نحن لا نتباهى أن مقابل أنه طولوا بالكم علينا، نحن لا نتباهى أنه نحن والله عم نعمل إنجازات، ونحن قلت لك نجاحنا هو عودة الإمام ورفيقه، هذا سقفنا، سقفنا كتير عالي لأنه الإمام بيستاهل هالقد. أما بالنسبة لعائلة الإمام، نحن أكيد على تنسيق دائم معهم طبعا، وأكيد بنطلب عين الرضا، لأنه هن أصحاب قضية، هن ولا مرة بس بيعتبروا قضية عائلية، هن بيعتبروا قضية الإمام قضية إنسانية قبل كل شيء، قبل كل شيء هي أكيد قضية وطنية. وبالمناسبة بهالشاشة الوطنية هون قضية الإمام موسى الصدر وقضيته من الأمور التي قل نظيرها، وهناك إجماع وطني عليها من جميع الفئات. انا طبعا. بدي اقول لك نحن باجتماعات لجان رسميه بمجلس النواب، اذا بتشوف النواب اللي قاموا يحكوا ويعطونا اقتراحات عمليه لتفعيل العمل بالقضيه من جميع الاطياف دون استثناء، يعني ودارسين ملفهم، مش انه يعني انا قصدي لك هذا الحكي بال2011 طبعا، انه ليه شو معناته كان انه ما في حدا معتبر هالقضيه بتخص فئه معينه. اكيد هي الرايه الانسانيه والوطنيه اللي بيمثلها هذا الشيء، هذا الشيء هذا دليل انه اللي زرعوا موسى الصدر بهالبلد من عند جميع الناس
وانا برجع بقول لك حتى الفريق اللي بيساعد بالقضيه، فريق الوكلاء، فريق لجنه المتابعه الرسميه، الفريق القانوني المساعد، من كل الاطياف، ما راح فوت بالتسميات بس من كل الاطياف، يعني يعملون كلهم بنفس المستوى، ما في حدا معتبر بتخص فئه معينه. هلا يمكن يكون في جهه يعني مندفعة أكثر، حكما في جهة مندفعة أو معنية بحكم الروابط، بحكم الروابط بس طبيعي، بس ولكن هذا قضية يحملها كل طبعا المطلع. طبعا طبعا. فأنا اللي حابب ضيفه هون، تفضل. نحن بالذكرى 41 نحن يؤلمنا أن الرقم يزيد أصلا، يعني 41 و42 لا، ونحن فعلا منحاول نقول إن شاء الله تكون على طول منقولها، نحن إن شاء الله تكون آخر مرة بنحتفل فيها بالذكرى أو منحن يحيي هذه الذكرى، لا، ليرجع الإمام ورفيقاه اللي هن كمان شخصين على قدر من العلم والكفاءة والنضال لصالح لبنان، الشيخ محمد يعقوب والصحافي، نحن هلا بشاشة إعلامية، والصحافي الأستاذ عباس بدر الدين. هول أحبة ثلاثة، يعني نشوف إذا حجم الظلم اللي لحق فيهم، إذا نحن معتبرين انه 41 اطوال نتصور بعقلنا قد طوال عليهم. طبعا يعني على امل انه يكون في تطمينات، على امل انه دائما هالشعلة تضل عم بتنور من خلال الفكر يلي زرعوا وعم يحصدوا اليوم كمان الامام موسى صدر بكل الناس يلي مستمرين بهالمسيرة الوطنية يلي زرع بذورها، القاضي العدلي حسن أشامي مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية اخفاء الامام موسى صدر ورفيقيه. شكرا لحضورك معنا. شكرا لشيشتكم، شرفت صبحيتنا. أهلا وسهلا مشاهدينا، بريك بيفصلنا عن متابعة صبحيتنا، خليكن معنا. فيكن ترجعوا تشاهدوا كل فقرات والمقابلات وتقارير برنامج أحلى صباح على صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك @tl.ahlasabah، تويتر @tl_ahlasabah، انستغرام @ahla.sabah، يوتيوب @ahlasabah. كما بإمكانكم مشاهدة الحلقات كاملة عبر موقع تلفزيون لبنان www.telelibon.com.